قبة الحسينية الواقعة في قلب مدينة تعز القديمة، آخر معلم للدولة العثمانية، بنيت عام 1002 هجرية كمصلى، أوقفت من قبل سنان يحيى مع عدة مبان وأراض حولها. ونظرا لإهمالها كونها عثمانية تلاشت كل أوقافها، وبقيت القبة التي تعرضت هي الأخرى للاستغلال لغير ما بنيت له على طول تاريخها الممتد لأكثر من 400 سنة. الإهمال السابق الذي أدى إلى هذا الذي ترونه الآن من أضرار في هذه القبة التاريخية التي تمثل تحفة فنية داخل مدينة تعز. لذلك نتمنى من الهيئة العامة للآثار أن تقوم بالدراسة الصحيحة وتهيئ نفسها والإمكانيات العلمية والمعرفية لتحديد أسباب التصدعات والتهدمات ووضع الحلول والمناسبة لإعادة هذه التحفة. وكما نعلم نحن من خلال تواصلنا مع الهيئة العامة للآثار أنها تم إجراء دراسة لهذه القبة وبدأوا ترميمات الأجزاء العليا، لكن نتمنى أن تكون الترميمات أفضل مما رأيناه بالمرحلة السابقة. رممت القبة من الخارج كمرحلة أولى، وبقي داخلها مهملا أكلته الرطوبة والتشققات، وزالت النقوش النباتية البديعة والكتابات الجصية، وأكلت الأرض أخشاب النوافذ والأبواب. وتمثل هذه القبة رمزا تاريخيا لتعز ولليمن الذي تعاقبت عليه حضارات ودول تركت آثارا لا تقدر بثمن، أصبحت اليوم على عتبة السقوط والاندثار. للأسف طبعا القبة تعرضت لإهمال شديد نتيجة السياسات الحكومات السابقة كونها معلم عثماني، وأيضا استغلها الإمام أحمد كمخزن للإطارات ومخزن للوقود. في 2015 بدأنا في إعداد الدراسة لها من قبل مكتب الهيئة العامة للآثار، ولكن للأسف السلطة المحلية آنذاك لم تتخذ أي إجراء للصيانة. وفي 2018 بدأت مكتب الآثار بالتواصل مع الصندوق العالمي للحفاظ على الآثار، والحمد لله تبنى ترميم الآثار، ولكن الخطوة الأولى بدأنا في تثبيت المعلم لأنه كان آيلا للسقوط. ثبتنا المعلم ولدينا الآن دراسة قدمناها للصندوق العالمي للآثار، وننتظر إن شاء الله التمويل خلال 2022. عبث وتخريب ونهب متعمد طال الكثير من الآثار في مدينة تعز، والإهمال ترك قبة الحسينية يتهددها الانهيار رغم اعتبارها من أبرز آثار المحافظة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.